نشرح لحضراتكم بهدوء والناس اللي مستعجلة تهدى شوية؟ نادي الزمالك كيان كبير وعايزين نشرح بهدوء، وعايزين نستضيف أكبر قدر من الناس اللي عندهم دراية بالملف. خليني بس أستقبل الأول الناقد الرياضي الصديق العزيز الأستاذ هاني عبد الصبور، رئيس القسم الرياضي في موقع القاهرة 24، واللي كان متواجد النهاردة في الوزارة لحظة بلحظة، وكان متواجد في نادي الزمالك لحظة بلحظة. نشوف ماذا رصد هاني عبد الصبور وزملائه في هذا الملف بعد الخطابين دول، واسأله في الأول. مساء الفل يا أستاذ هاني الأول ومنورنا. مساء الفل عليك يا ريس، ودايما منور كده، والساده المستمعين بخير. معلش بنفاجئك دون ترتيب مسبق، لان بس انا فوجئت الخطابين اللي تسربوا دول، وده سؤالي الاول. تعليقك على تسريب خطابين من المفترض انهم مخاطبات داخليه، خطاب وزاره الشباب والرياضه للمديريه، وخطاب مديريه الشباب والرياضه بالجيزه للزمالك، دي مخاطبات داخليه وأختام داخلية ورقم صادر داخلي، كيف خرجت هذه الخطابات للإعلام يا أستاذ هاني؟ بما تفسر؟ خلينا نقول إن الخطابين اللي خرجوا ما أضافوش أي جديد للرأي العام، إلا هم أكدوا الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من وقت صدور الحكم على المستشار مرتضى منصور وتأييد حبسه. ما حدش جدد، يعني ما فيش الخطابين ما حملوش اي انا عارف انهم ما حملوش اي جديد، يعني ما غيروش اي حاجه في الموقف. هم زيهم زي البيان، ولكن ازاي اتسربوا وخرجوا؟ خلي بالك ان ياتيك انت الموقع، انت موقع محترم وليك مصادرك، انا برنامج محترم وليا مصادري، ولكن انت الناس بتلفهم على بعض على الواتساب وعلى صفحات بتاعت جماهير يا استاذ هاني. اقدر اقول يعني تفسير الموضوع ده اللي هو من منطلق الكيد، من منطلق المقايده ضد المستشار مرتضى منصور. حتى انا قلت الكلام ده، في موقعي لما عرفنا ان في مشاكل وفي اعضاء مجلس الاداره داخل نادي الزمالك ابتدت تصرح وابتدت تصرف. قلت لهم ايام المستشار مرتضى منصور لا كان ليكم حس ولا كان ليكم صوت، ما تجوش دلوقتي كل واحد يعمل ان هو حامل حمل، ان هم في الوقت ده كنا ما حدش بيعلق ولا حد بيتكلم. دلوقتي هتلاقي ناس كتير بتتكلم، وهتلاقي زملكاويه كتير بيظهروا على السطح، وهتلاقي انتقادات كتير. ده طبعا في الاطار زي ما حضرتك عارف ان احنا يعني بنعيش دلوقتي اللي هو ايه، يعني عاش الملك مات الملك، دي برضه من المفارقات العجيبه. لكن تسريب الخطابات هم زي ما قلت لحضرتك هم ما عملوش جديد. وحتى في بعض الناس يعني انا حتى كان عندنا ازمه، الناس ادركت يعني تداوله الخطاب بمصطلح عزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك، رغم ان الجواب كله كاملا من اول سطر لاخر نقطه ما فيهوش كلمه عزل، في زوال عضويه. فانت لما تاخد حتى يعني المهنيه بتقول، والاحترام للقارئ وللمشاهد بيقضي، ان انت ما تفسرش لفظ مفسر نفسه، يعني هو بيقول لك زوال العضويه، ما تاخدهاش انت تقول اصل يقصد بزوال العضويه عزله، لا، العزل وضع والزوال العضوية وضع تاني خالص، الكلمتين مع لغة عربية مختلفتين تماما، ولكن نوع من انواع زي ما قلت لحضرتك المقايدة في المستشار مرتضى منصور في الوقت اللي كان فيه ناس كتير وهو موجود. احنا مش هنصفي حساباتنا معاه دلوقتي وهو مش موجود، ان في ناس كتير في الوقت اللي هو كان موجود فيه كانت بتسبح بحمدي وكانت بتقول لك المستشار العظيم واعظم من تقلق ادارة نادي الزمالك. دلوقتي هم اول ناس بيطعنوا فيه وبيقول لك هو سبب الفساد والمشاكل داخل الزمالك. طيب الوضع ايه يا استاذ هاني دلوقتي على ارض الواقع؟ الوضع على ارض الواقع ان لازم مجلس اداره نادي الزمالك يجتمع ويختار شخص يكون قائم باعمال الرئيس. كان في مقترح مش عارف يبقى مين مسؤول عن الاجتماعات، ومين مسؤول عن الشيكات، ومين مسؤول عن التوقيعات. كان في كده حاجه اللي هو من نوع من انواع الترضيه، كل عضو مجلس اداره داخل نادي الزمالك عايز ينفرد بملف او يوسعوا المهام عليهم بحيث ان ما ينفردش حد بالقرارات، رغم برضه هم نفس الاعضاء دول اللي مش عارفين يوصلوا لصيغه اتفاق في الوقت الحالي. يعني 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 تقسيم التركه تقصد؟ ايوه تقسيم التركه. رغم ان هم كانوا بينظر اللي كان بيشوفوا المستشار مرتضى منصور هم كانوا بيشوفوا صح، حتى لو هم بينهم وبين نفسهم وبين قاره نفسهم معترضين عليه، هم كانوا بيشوفوا صح وبيقولوا صح يا ريس وسير واحنا وراك. دلوقتي بقت ناس بتتكلم انا عايز ابقى رئيسه في الاجتماعات، وانا عايز ابقى رئيسه اوقع على الشيكات، وانا بقى عايز رئيس ادير الجلسات، وانا عايز ابقى رئيس اتكلم، وانا بقى عايز رئيس اتطور مع فريق كوره.
خلاص ما بقاش ليهم كبير، يعني تقدر تقول ان نادي الزمالك فقد الكبير في الوقت الحالي. طيب الزمالك دلوقتي اللي عرفته انه يبدو انه سيصطدم قانونيا مع وزاره الشباب والرياضه، قال لك الماده 41 غير ملزمه ليا ولم تضعني في الزام وانما وضعتني في الاختيار. ده كلام النائب سليمان وهدان في اتصال هاتفي بيني ما بينه. يعني انا لسه دلوقتي كنت بكلم النائب سليمان وهدان، قال لي على لسانه صراحه الماده لم تلزمنا ووضعتنا للاختيار. دي اول مفاجاه. تاني مفاجاه قال لي ان احنا سنبلغ الوزاره ان هناك قضيه منظوره امام القضاء الاداري بعدل مرتضى منصور وهي الان في المفوضين، وعلينا ان ننتظر حكم هذه القضيه قبل اتخاذ اي قرار. طيب خليني هقول لحضرتك، ما تاخدش كلام الاستاذ سليمان وحدان على ان هو محمل الجد، لان انا كنت يعني كان ليا واقعة شهيرة معاه منذ ايام، فاتصلت بيه اتصال هاتفي بقول له فلان، عرفت نفسي بقول له فلان معاك، فقال لي بقول له حضرتك فعلا تم تكليفك بالقيام بمهام اعمال الرئيس ولا لسه هيكون في اجتماع مجلس اداره بعد ما باقي البعثه ترجع من تونس؟ قال لي لا، المجلس اجتمع وكلفوني واتكلموا معايا وكلفوني بالاجماع، بالاجماع خلي حضرتك بس تحت الكلمه، بالاجماع ان انا قائم باعمال الرئيس، وكنت كتبت ده على القرار 24 بفضل الله كنا انفردنا بيه، وكل المواقع اشتغلت ورانا ونقلت ورانا المعلومه دي، وفوجئنا بعد كده ان هو ما كانش في اجتماع مجلس اداره اصلا، والاستاذ خالد لطيف امين الصندوق اتكلم من تونس وقال لك الكلام ده غير صحيح، اللي هو علاء مهند اتكلم من تونس وقال لك الكلام ده غير صحيح. فانا ما تاخدش كلام الاستاذ سليمان وهدان على محمل الجد، خده على محمل التصريحات الرسميه المنسوبه ليه، لكن لازم تشكك في كل معلومه بيقولها، لان القرار الماده 41 ماده ملزمه في اللائحه الاسترشاديه، ماده واضحه وصريحه وضوح الشمس بتقول لك ان اي شخص عضويه يتم زوال عضويته اذا عوقب او حكم عليه بعقوبه مقيده للحريه صح. او اشهر افلاسه. ده بند صريح وواضح وصريح في اللائحه بتحكم نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وبتحكم عدد كبير جدا من الهيئات والانديه الرياضيه اللي ما غيرتش اللوائح بتاعتها. اما وان اللائحه غير ملزمه، لا الكلام ده غير صحيح تماما. الاستاذ او النائب سليمان وهدان بيحاول يعني يطلق تصريحات، ما اعرفش هو جديد على الوسط الرياضي فبيقول تصريحات دون علم حد بيورطه في التصريحات دي. اتمنى ان هو يعني يسال الاول قانونيا ويسال رياضيا، لان برضه محتاجين خبره في المجال الرياضي عشان تعرف تكون عندك درايه بما يحدث، لان اللائحه ملزمه. خطاب جواب الخطاب اللي موجه من مديريه الشباب والرياضه سواء في الجيزه او الوزاره خطاب ملزم وواضح وصريح مش محتاج لاي تفسير. وحتى قلنا ساعتها واحنا قلنا في القرار 24 واتكلمنا من اول يوم ان المستشار مرتضى منصور من حقه يرجع في شهر 7 او 8 او 9 اللي هم الثلاث اشهر المحددين في اللائحه لاجراء جمعيه عموميه عاديه، لان ما بيبقاش في انتخابات غير في جمعيه عموميه عاديه. واما ان الزمالك الفتره الجايه هيبقى عنده انتخابات تكميليه على منصب نائب الرئيس اللي استقال منه الدكتور مصطفى هدود ومنصب الرئيس اللي زال بحبس المستشار مرتضى منصور. يعني انت شايف ان لابد من تعيين قائم باعمال، لازم يكون في تعيين قائم بالاعمال حتى لو على الورق، يعني حتى لو تعيين قائم بالاعمال سوري، اهم حاجه لازم الجهه الاداريه تعتمد رئيس، ولما يحب يكلم رئيس مجلس اداره نادي الزمالك هيكلم مين؟ لازم يبقى عنده الجهات الاداريه لازم يكون عندها رئيس مجلس اداره معتمد قدامها. الحاله دي لازم مجلس اداره نادي الزمالك يبلغ باي اسم، يبلغ باي اسم يقول لهم ده الرئيس، حتى لو مش هو الرئيس بس يبلغ ان ده هيكون رئيس مجلس الاداره في الفتره الجايه. طب جدلا وانت متابع عن كسب، جدلا ما عينوش قائم بالاعمال، الوزاره ماذا تفعل؟ يعني انا ما عنديش المعلومه بتاعت الوزاره ماذا تفعل، بس اكيد هتخاطب نادي الزمالك تاني، لا اما ممكن توقف اي حاجه. انا دي كنت محتاج اسال فيها ما عشان دي نقطه مهمه جدا. دي ما حصلتش قبل كده، خد بال حضرتك برضو احنا الموقف كله ما حصلش قبل كده. الفكره كلها ما حصلتش، حتى لما تواصلنا مع بعض القانونيين في الوزاره قال لك انت ليه بتصطفوا الاحداث؟ اصل دي حاجه احنا مش محتاجين نعين حد، يعني احنا مش هنعين حد، احنا هنضيف واحد انت تختاره من وسطكم، ابعتوا لنا اي اسم. فحتى الفكره اعتقد يعني دي وجهتي مش بناء على توقعات وليست معلومه، ان ممكن يكون اللواء علاء مقلد على اعتباره اكبر الاعضاء سنا لو هم احتكموا لمعيار السن في تعيين قائم بالرئيس، قائم باعمال الرئيس. تمام، يعني نحتاج الى تفسير من قانونيين او من وزاره الشباب والرياضه
علشان خاطر نصل الى قرار نهائي في ظل الكلام الجديد اللي اتقال من النائب سليمان وهدان. لا احنا بس محتاجين من غير القانونيين، محتاجين نوجه رساله لمجلس اداره نادي الزمالك، كونوا على ثقه اعضاء الجمعيه العموميه، اثبتوا ان كل ما كان يقيل في ايام المستشار مرتضى منصور انكم لا حول لكم ولا قوه وانكم ما تتدخلوش في الاعمال، ثقوا ان انتم على قلب راجل واحد وهدفكم الاول والاساسي نادي الزمالك وهدفكم الشغل ده كله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ هاني. اشكرك يا ريس، اشكرك. طيب خلينا النهارده محتاجين نروح للماده 44. الماده 44 ربما نستعين بها من اجل استقرار والحفاظ على نادي الزمالك. الماده 44 بتقول ايه؟ اذا امتنع مجلس اداره النادي عن تنفيذ اي قرار ملزم يصدره مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري، طبعا بقي هو والعدم سواء، في اي منازعه يكون النادي طرفا فيها خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، وتتولى شؤون النادي وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية. أقول لكم إن شاء الله بإذن الله بحاول مع بعضينا بالعقل وبالهدوء إن إحنا نصل إلى إن إحنا نحافظ على نادي الزمالك.